في موضوع الأسئلة البرلمانية، يعني دكتور ودي تكلمنا يعني نوعية الأسئلة اللي كنت تقدمها، وهل كانت في إجابات من الحكومة من خلال هذه الأسئلة؟ والله شوف الأسئلة متنوعة، يعني في بعض الأسئلة أنا أعتبرها أسئلة مثل إحنا قاعدين ندق جرس الإنذار حق الحكومة. لما تي مثلا موجة، ندري أن في موسم أمطار، في موسم يعني بداية موسم الشتاء والربيع، ني إحنا هني نسأل أسئلة نذكرهم فيها، شنو استعداداتكم حق الموسم، شنو يعني الأمور اللي قاعد تسوونها في استعداد. وشفنا في بعض الأمور وفي بعض الوزراء استعدوا واستفادوا من الأسئلة هذه، وفي بعض الوزراء تفجروا ويفترض أنه هو يعني يسعد. أنا صراحة صحيح يعني ينبهك هذا السؤال، ينبهك. أنا مو قاعد أتصيد عليك في النهاية، أنا قاعد أنبهك شنو استعداداتك القادمة. أنا صراحة يعني في بعض الوزراء كان يشكرني على الأسئلة، يقول أنا في عندي مشكلة في قطاع من قطاعات الوزارة ولا المؤسسة ولا كذا، لما يجي السؤال هذا يساعدني أن أنا أنفض الجهة هذه. وهذا صار معي في أكثر من مكان. يعني أنت لما تيجي تلامس جرح، يعني مثلا أنا يعني في الصيف الماضي الكل تابع موضوع موت الأشجار في الطرق، صحيح الكل تابع. كنت أنا تقدمت السؤال البرلماني حق وزير الكهرباء في وقتها اللي هو كان مسؤول عن وزارة عن الهيئة العامة للزراعة، يمكن بعض الصحف الاخباريه وكذا اخذوها بتهكم، شلون تسال وزير الكهرباء عن الزراعه التجميليه؟ هي الهيئه تحت احنا ما نسال وزاره الكهرباء، احنا قاعد نسال الوزير المشرف على هيئه الزراعه. اي وهذا السؤال كان له اثر. يمكن شفنا لجنه تحقيق شكلت، قياديين تم ايقافهم عن العمل لان كان في مشكله حقيقيه. صحيح الكل كان يشوف فجاه الاشجار كلها طاحت. صحيح ففي بعض الاسئله انا اشوف كان تجاوب معاها زين.